والله الحمد لله الحمد لله على فيكتوار تاع اليوم اللي جبناها من ايكيب صعيبه تسمى لعبوا سون بريسيون باسكو ملاح في الكلاسمون. الحمد لله نحمد ربي على النتيجه هذه اللي تخلينا نحضروا الماتش تاع سطيف في اريحيه. ثم ما هي الا 3 نقاط ثم في الباركور تاعنا مازال باركور طويل ان شاء الله. النقاط خرجتكم شي الغرقه يعني كنتم؟ لا بيان سير خرجتنا سيرتو الى نسمع دوكا نتائج مليحه من الفرق اللي تحتنا بربي ان شاء الله تعطينا دفع معنوي كبير ان شاء الله. واللي ماتش الجاي ان شاء الله يكون روند مؤخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك هاد لا فيكتوار هادي جات بفضل صحابي وين كانوا كاع كيما يقول لك سيرتو سيرتو كنا كونسيون بهذا الماتش وين كان علينا لازم نجيبوا هذه المقابله هذه. نشكر ثاني بزاف لونترينر اللي كيما يقول لك خدينا التعليمات تاعه وين كيما يقول لك هادي بريمي فيكتوار ليكستيريور ان شاء الله كيما يقول لك ما نحبسوش هنا بليطان ان شاء الله هاد لا فيكتوار هادي تزيد تخلينا نخدموا بكل اريح. الحمد لله عليك يا ربي كيما كنتوا تشوفوا ما كانتش مقابله سهله وحققنا الفوز خارج الديار وحققنا الفوز خارج الديار ونكونفيرمينا الريزلتا اللي درناه ضد شباب الوزداد في بلادنا ولعبنا ضد الرائد وربحنا اليوم كونفيرمينا الريزلتا الحمد لله عليك يا ربي وين نزيدو كونفيرميو في بلادنا ان شاء الله كونتر وفاق سطيف ونزيدو نربحو والفوز هذا خلينا نخدمو بأريحية خير من قبل ان شاء الله ونشكروا اللاعبين كامل اللي حقوا الفوز هذا والانصار اللي سندونا بقوه والمدرب اللي تعب معنا سمان هذه بوكو بليس ونعيا بزاف ونعطانا دي كونسين ونقدرنا نوليو بفوز هذا ضد اتحاد بالعباس. الحمد لله عليك يا ربي مازال خير القدام ان شاء الله. نزيدو مره اخرى نشكر الانصار هذو اللي عاونونا ياسر ان شاء الله. بون واش نقول لك السلام عليكم. لا سيتياسيون تاعنا حنايا ما تخليناش باش نلعبوا كنا حابين وناويين على لي 3 بوان. الحمد لله ربي وفقنا اليوم وين حقنا 3 نقاط. ما حبيناش نريسكيو بريمير ميطون وين فوتنا بريمير ميطون 0-0 دخلنا دوزيام ميطون كنا حابين نماركيو الحمد لله وين ربي وفقنا وماركينا بيت. نشكر البيبليك تاعنا اللي نقول لهم يعطيكم الصحة المسافة اللي بعيدة بزاف وجاو عاونونا. الحمد لله الفوز هذا جا بفضل اللاعبين مجهودات اللاعبين تاع ستاف تكنيك ستاف ميديكال اللي نقول لهم يعطيكم الصحة ومازالوا لي ماتش قدامنا ان شاء الله باش نحققوا البقاء في اقرب وقت ان شاء الله. بيان سير شوف لا بريمير ميتون كيفاش جازت ما جازتش يعني كيما كنا باغيينها حنايا يعني الطاقم الفني واش امر اللاعبين يعني في بين شوطين يعني تحدثنا مع اللاعبين والطاقم الفني اعطى يعني تعليمات يعني صار ما في وهذه التعليمات يعني جات بالثمار تاعها في المرحله الثانيه يعني الحمد لله يعني شكر كبير يعني يرجع للاعبين على تضحيات اللي داروها ما كانش سهله يعني كنت باش تمارك انت يا بالك ادي مينيت تبقى تحافظ على على على, على سكور 1-0 مع لاعبين شبان تاع بالعباس يعني نشكروا يعني الطاقم الفني واللاعبين تاع بالعباس يعني عجبتني يعني الفرقه تاع بالعباس ان شاء الله يعني قلت لك يعني راهما 29 بوان يعني بالك 26 بوان هما بالك نورمالمون ان شاء الله يضمنوا البقاء في اقرب جوله ان شاء الله الفريق اللي لعبت فيه وعندي معاه ذكريات جميله. انا قلت نرجع للفريق نتاعي يعني قلت لك يعني ما كانش سهل الفوز ما كانش سهل
فوز بثلاث نقاط وعندنا يعني مقابله صعيبه يعني كونتر سيف سمانه هذه اللي راح نحضروها ان شاء الله دوكا بلو مورال هذا نكونوا مليح ان شاء الله ما راحش رايحين بالك نبيسيو ليبرا ان شاء الله على ضمان البقاء ان شاء الله انا قلت لك نحقوا يعني ثلاث نقاط تاع صيف باش نكونفيرمي لو بوان تاع بلعباس ان شاء الله. كلمة الانصار اللي تنقل معاكم يعني ما كانوش بزاف ولكن تنقلوا وتحملوا مسافة. احنا الانصار تاعنا وما يكونوا يكونوا معنا يعني هذه شهاده يعني تاعنا بعيد الحال وبالك جاي البارح باش يباتوا لهنايا باتوا بالك شفتهم انا دوكا في لافيل تاع بلعباس بيتين بالك في الكازون برا. يعني هادو باش يروحوا هانيين كيما هكا اما قلت لك ريكومبونس ليهم هما ثاني كيف كيف ان شاء الله انا قلت لك بتضافر تاع الجهود طاقم اداري اللاعبين وطاقم فني والانصار يعني اللي ما مش باخلين علينا بالمؤازره نتاعهم راح نحقوا بها ان شاء الله في اقرب اجل ان شاء الله باذن الله. ما فهمتش كاع السؤال تاعك ولكن هذا مفهوم تاعك انت يا. انا برك نقول لكم حاجه احنا اليوم سمعنا باللي الرابطه تاع كره القدم برمجت المقابله المقبله يوم الخميس 5 مارس حتى اليوم سمعنا بها على كل حال ولو انا كنت بعلم ولكن يعني اوفيسيال مو حتى اليوم باش عرفنا وكنا ننتظروا باش نديروا يعني مقابله في القمه باش نوجدوا خمس مقابلات في 21 يوم. للاسف كما دائما نقول الانهزام يتحضر والفوز يتحضر كذلك. حنايا مره اخرى انا ما نتحمل اي مسؤوليه في انهزام اليوم. علاش؟ خاطرش كل مره نقولوا نعاودوا باللي الذهنيات يعني تلعب 50% في دور يعني النتيجه في كره القدم. للاسف مره اخرى هذه المقابله حضرناها في ظروف ذهنيه كارثيه حيت 24 ساعه قبل المقابله مازلنا نتكلم على الدرهم مازلنا نحاولوا نركزوا في المقابله من طرف اللاعبين وكل الوعود اللي كانت دارت البعض البال مرتاح ودرت لي ما عليا ولكن ما نقدرش نواصل في هذه الظروف. ومره اخرى نحيي المناصرين الوفيين تاع الصح واللي عزاز وعزاز بزاف الله يرحمهم باش يوصلوا البعض من الناس يجوا مقابله كامله هما يشتفوا في والديه والدي اللاعبين وخاصه والديه يعيش 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 هذه غير مقبول ونرفضها تماما. والسلام عليكم. واحد ما يسال انا قلت لك كل بعد بسم الله الرحمن الرحيم كما راك تشوف المباراه تاع اليوم وين كان المستوى تاعنا مش كيما مداري وين خسرنا فوق ميداننا ان شاء الله احنا نديروا اللي علينا باش نخلفوها في المباريات ان شاء الله وما في كاس الجزائر ان شاء الله. انصر من حقهم خويا باسكو جبنا الريزولتا بوزيتيف من النات وتخسر في استادك باينه باللي يزعفوا عليك الانصار هذه هما حقهم خويا. احنا ان شاء الله نديروا اللي علينا باش لي ماتش الاخرين نديروا لي توبورتو باش نعاود نصحوا هذه الغلطه اللي درناها فوق ميدان ان شاء الله.